جوالات سلمنا جوالات خلاص ما في بس شو هذا حق المايك احنا فين يا اهلا وسهلا. واحدة من أهم عوامل التقدم لأي دولة في هذا العصر موضوع التحول الرقمي، وهو باختصار تحويل كل المعاملات والإجراءات والوثائق من معاملات وإجراءات ورقية إلى معاملات إلكترونية. عام 2019 22%، وصلنا الآن في عام 2020 إلى أن تكون نسبة الورقية 0%، بحيث صفر. خلصنا. هذه آخر وكالة ورقية صدرت. آخر وكالة بالمناسبة عندهم هم حاطين كذا يعني زي سيفونير كذا يعني ذكرى. آخر واحد استلم آخر ورقة. سنة 1440. نعم. التصوير وأنا عندي وكالة لازم أسويها، عندي معاملة في الزكاة والدخل، فلازم أسوي وكالة، فحسوي وكالة دحين في وسط التصوير. شوفوا كم حتاخذ. فحتسوي إضافة وكيل، طبعًا الواحد يدخل على ناجز. تمام. فدحين سجل الموكل. وبياناته، تروح للتالي تختار الجهة اللي تبغى توكل فيها. فإحنا عندنا مراجعة الهيئة العامة للزكاة، بعدين الصيغة جاهزة حقت الوكالة، خلاص تعتمدها، ترسل لك رقم التحقق، انتهينا، تم إصدار وكالة، خلصنا. فالموضوع كله كده خلص في دقيقتين، سويت وكالة فأنا وسط شغلي. كمان تجديد جواز سفر كان ياخد كذا أسبوع، ولازم تروح الجوازات وحكاية. أغلب الدول إلى اليوم كده ترى، لكن دحين عن طريق تطبيق أبشر تقدر تقدم على التجديد، وخلال 3 أيام يجيك الجواز عن طريق البريد. يا أهلا وسهلا. لا تحلية في الرياض، فأنا أبغى الفايف جي المرة. هذا الفايف جي. هذا الفايف جي. تمام. طيب. فنسوي السبيد. سبيد تست. 143 الفايف جي 2187، فبتتكلم على برضو 10 أضعاف، أكثر من 10 أضعاف. صحيح. طيب نجرب الداونلود. نجرب الداونلود. أي. واحد اثنين ثلاثة. ما شاء الله. فينا 4% وصل. 90% 91 خلص. ما شاء الله. 16 ثانية 2 جيجا. 2 جيجا. أنت عارف هذا على جيلي كان. تجلس يمكن 5 أيام تنزل الفين جيجا دي. حنا من الدول القليلة اللي عندنا تقنيات الجيل الخامس. انتشار الجيل الخامس، حنا عندنا أكبر شبكة للجيل الخامس في الشرق الأوسط، في أوروبا وأفريقيا، عندنا في السعودية. رابع أكبر شبكة جيل خامس على مستوى العالم. روشيتا متعودين أنها بخط يد الدكتور اللي مو مفهوم منه شيء. الآن هذا أصبح ماضي. ليه؟ لأنه الآن ممكن تستلم الروشيتا عن طريق SMS يجيك، تروح الصيدلية وتصرف الدواء. من أول تطبيق النظام صرفوا أكثر من 9 مليون وصفة إلكترونية. فكح قريب الزواج كان يعني معاملة فيها إجراءات مرة كتير ورقية وذهاب إلى دوائر حكومية إلى آخره. رحلة طويلة. ولكن الآن في شيء اسمه الزواج الإلكتروني. خلينا نشوف إيش هو مع العريس نواف. الزواج الإلكتروني هو عبارة عن عقد إلكتروني تعمل عن طريق موقع ناجز. يجيك أول خيار للزواج، نضغط عليها، حولك دايركت على البيانات المطلوبة، وتجيني رسالة SMS تذكير وعلى إيميل، كلها تجيني أنا رسائل تذكيرية قبل الموعد ويوم الموعد. مبارك مبارك لكم، صحيح المعلومات، وصباعك اليمين السبابة، قل بسم الله وبسم الله. هوية الزوج والزوج والوقت والتاريخ واليوم، أرجع البيت أعبيها في الدفتر هذا، هذه الوثيقة، كل المعلومات اللي هنا تنتقل هنا، ضبط مثلاً 100 صفحة 100 عقد أسوي، هذا كله تلغى خلاص. هذه الاثنين استغنينا عنها بهذا. موافقة يا بنت الزواج؟ موافقة. أصبعك السبابة اليمين قولي بسم الله وبصمي. بمجرد ما أبصم الزوج والزوجة والولي والشهود تجي لهم رسائل. الحكومة إلى حكومة رقمية أستونيا. أستونيا وصلت إلى 99% من معاملاتها الحكومية بتتم أونلاين. 98% من الناس صارت عندهم الهوية حقتهم رقمية إلكترونية، يعني ما صار عنده بطاقة بلاستيك، خلاص كله إلكتروني. الدولة وفرت 844 سنة من أوقات الناس سنويا بسبب رقمنة الأمور، لأنه زي ما قلنا الأمور صارت خلاص أسرع، فالهدر حق أوقات الناس سواء المواطنين أو المسؤولين كله اختفى راح. تخيل 844 سنة تراكم
الرقمية توفرت وهذه دولة واحدة وبلد زي استونيا ما هي بلد ضخمة. أيضا تجربة جيدة كوريا عندها أكثر من 18 ألف خدمة حكومية بتتم أونلاين. الدولة وفرت 8 مليار دولار بسبب رقمنة الحكومة، وهذا التوفير جاي من فين؟ جاي من توفير الأوقات لأنه الوقت له قيمة، وتوفير المستندات الحكومية لأن لو إحنا ما رقمنا الإجراءات سيستمر الأوراق إلى يوم الدين. صح، فأنت قاعد ترقمن الماضي وترقمن المستقبل إنه ما يصير أصلاً ورق يعني. نعم صحيح، هذه سيارة لسه واصلة من أحد الجهات العدلية تحتوي على مجموعة من الوثائق. هذه خزنة. خزنة خزنة، هذه سيارة نقل أموال. فالصكوك والأوراق العقارية تنقل في سيارات مصفحة، نفس السيارات اللي بينقلوا فيها الفلوس والسبائك الذهب للبنوك، نفس الفكرة. سيارة نقل أموال. نفسها نفس سيارة نقل أموال بنفس الآلات، فيها سبع كاميرات، فيها مراقبة عن طريق ساتلايت، يتم تبليغ وزارة الداخلية بانطلاق الرحلة. فيها مجموعة من الصناديق، الصناديق هذه تحوي على مجموعة من السجلات والوثائق العقارية. ثم ترجع تقرأ مرة ثانية، تقرأ القفل الأول. القفل الأول كمان عليه باركود. أيوة. ثم تقرأ القفل الثاني. أوف 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 أوف. عشان نتأكد إنه ما تم تبديله. شوف الوزن، نشوف الوزن بس خلينا نجرب. الله الله، كم الوزن هذه؟ كم وزنها يطلع؟ 40 إلى 50 كيلو. 40 إلى لا أكثر من 50 كيلو. هذا طلعوني ماني عارف أشيل 50 كيلو.